واحد ليا يا اخويا واشرب الشاي. بنتي نكرتني يا زينب، شكلها استعرت مني. لا ما تقولش كده، عذورها، هي كانت في بطن امها وانت كنت مسافر. امها دي بقت في حته تانيه خالص، حاجه ولا في الخيال. هل انت متاكد ان الست اللي شفتها على الفيديو في الفيس هي مراتك؟ زي ما انا متاكد انك زينب مراتي وقاعده جنبي دلوقتي. يبقى كان اولى بيك انك تصر انك تقابلها الاول عشان تعرف منها ايه الحكايه، عشان تفهم هي بقت كده ازاي. انا كنت ناوي اعمل كده، بس اول ما البواب شاور لي وقال لي هي دي جميله بنتها، قلبي كان هيفوت مني. حسيت ان دي بنتي اللي ما شفتهاش من سنين، ركبت الميكروباص وجريت وراها زي المجنون لغايه ما وصلت لباب البيت، وبعدين حصل اللي حصل. انا كان نفسي اخدها في حضني وادم عليا، كان نفسي اقول لابوكي، لكن هي ما رضيتش تسمع لي. قالت للراجل البواب، مشي الراجل ده. واحد ليه؟ واحد ليه يا اخويا؟ ما تعملش في نفسك كده ابدا، هتعرف انك ابوها، وان شاء الله ربنا هيلم شملكه على بعض باذن الله. بس انا مش هسيبها. ايوه روح لها تاني، ما انا مش هسيب دماغي يا زينه، لازم تعرف الحقيقه. ايوه انا هقولها الحقيقه، هاجيلك يا جميله، انا هروح لها تاني يا زينه. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.